السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من هذه الوحدة. وكما أسلفنا سابقا، نحن الآن في الوحدة الخاصة بإنشاء إعلانات. سوف نبدأ بإنشاء إعلان ممول لحملة إعلانية، ومن خلال هذه الحملة سنبدأ بتخصيص المنشورات. تخصيص المنشورات للحملة، وحتى نقوم بذلك ننتظر قليلا حتى تكتمل عملية التحميل لهذه الصفحة والمحتوى الخاص بها، وحتى تظهر المنشورات الأخيرة التي قمنا باستدعائها وإضافتها. ننتظر قليلا وسويا. وقبل أن نبدأ سأذكر ببعض المواضيع أو العناوين الأساسية. هنا لدينا صفحة الرسائل، إذا كنا نرغب بالولوج والوصول إلى الرسائل. هنا الإشعارات، والتي من خلالها سنعلم كم إعجاب بالصفحة تم، وهنا الرؤى، وهنا أدوات النشر المساعدة. ننتظر قليلا في الصفحة، وكما نشاهد بعد انتهاء عملية التحميل سوف نذهب بالتأكيد إلى عمل سكرول داون أو تمرير إلى الأسفل لنذهب إلى المنشورات التي جيد. هنا كما تشاهدون لدينا اتصال الآن، لدينا هنا اتصل الآن، لدينا النقرات على الموقع الويب، وهنا وصول المنشور. وهنا بالمناسبة البحث عن مشترين وبائعين جدد للمنازل، يمكنك الترويج إلى عقارات رام الله، أشخاص في رام الله، والبحث عن عملاء جدد. ترويج نشاط تجاري محلي، وهذا مفتاح شيء رائع جدا من خلال الفيسبوك، سنتحدث عنه في وحدات قادمة. الآن سوف أبدأ في عمل إعلانات ممولة مدفوعة بالفيسبوك للمنشورات. سوف أبدأ بالبداية في المنشور الأول، وهو عبارة عن نص فقط لا غير. وأنا تعمدت أن أقوم بإضافة منشورين بنفس المحتوى للنص، ولكن يختلف. الأول هو عبارة عن نص لوحده كما نشاهد هنا، والثاني هو عبارة عن نص مع صورة، لنشاهد الفرق بين الاثنين وكيف سيكون التفاعل للجمهور. حتى نقوم بذلك سوف أذهب إلى هنا للضغط على ترويج المنشور. هنا سوف نقوم وكما تشاهدون بتول تاب بادر لترويج منشورك للوصول إلى مزيد من الأشخاص. سأقوم بالضغط هنا إلى ترويج المنشور، لنشاهد سويا كيف يمكننا إعداد حملة إعلانية من خلال الفيسبوك لهذا المنشور. ننتظر قليلا حتى تتم عملية التحميل بشكل صحيح. ننتظر قليلا ونعتذر عن البطء، لكن لا بأس، نحن مضطرين لانتظار ما الذي سيحدث هنا حتى تكتمل عملية التحميل هنا، وقد نضطر للانتظار قليلا أو إيقاف التسجيل إذا طالت المدة أكثر من ذلك، فلا يمكن السكون طيلة هذه المدة وخلال عملية التحميل. وبالعادة يكون أسرع من ذلك، لكن لا بأس، لدي هنا أعمال كثيرة من خلال البروسينج بالجهاز، وبالتالي الموضوع لديه بعض البطء هنا وهناك. هنا نشاهد ترويج المنشور، نشاهد الميزانية المحددة 20 دولار بشكل افتراضي في يوم أو يومين، ويقول لي هنا العدد المقدر للأشخاص الذين يتم الوصول إليهم هو من 10,000 وحتى 27,000. فقد نذهب إلى اختيار هذه الباقة. وبالمناسبة في الترويج وفي العمل يتوجب على الجميع من يرغب بالعمل أن يختار، وأن لابد أن تدفع النقود والمال حتى تجني الربح، وحتى تجني الزبائن، وحتى تجني المهتمين، وحتى تعمل بشكل صحيح. الآن وكما نشاهد هنا لدينا جمهور موجود وتم تعريفه سابقا، ولكن هنا أنا أرغب بإضافة جمهور خاص لهذا المنشور، وسأقوم بإضافة إنشاء جمهور جديد. عند الضغط على أيقونة وزر إنشاء جمهور جديد كما الجميع هنا يشاهد، سوف تظهر لي الآن قائمة لأختار الجمهور من أي مدينة أو من أي دولة ومن أي منطقة جغرافية.
سأنتظر قليلا بعض الشيء أيضا. الآن سأقوم بحدد موقع وصفحة وجنس واهتمامات الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم بإعلاناتك. هذا شيء مهم جدا، لأن الجمهور الذي سأروج له هو العصب الأساسي لنجاح إعلاناتك. هنا سأذهب وأختار، هنا سأختار منطقة رام الله، سأختار هكذا منطقة رام الله، لأن هدفي الأساسي هو الترويج لهذا المنشور في منطقة رام الله ولا شيء آخر. الآن سوف أذهب إلى الجنس، كل، نعم، رجال، ذكور، أناث، الكل، لا داعي للتخصيص. وهنا العمر، العمر الزمني، قد أقوم هنا باختيار فئة عمرية من عمر كذا إلى عمر كذا. الآن هنا سأقوم باختيار العمر ليكون من 20 عاما وحتى ربما أكثر، لأن المهتم بشراء المساكن وما شابه لابد أن يكون مقتدر، ولابد أن يكون بفترة عمرية مناسبة، على الأقل أن يكون موظف يعمل أو ما شابه. سأقوم باختيار العمر ليكون من 23، نفترض من 23، ليكون 23، لا بأس أن كنا باختيار ذلك، 23 أو 22. وهنا سأقوم باختيار من عمر 23 وحتى عمر 65، ربما أقل أو أكثر، لا بأس في ذلك. وأيضا يمكننا اختيار الفئة العمرية أقل، ولكن هنا الهدف هو التخصيص على كل الأحوال، حتى لا نظلم أنفسنا كثيرا. فأحيانا بعض الأشخاص الناجحين يكونون في مقتبل الشباب، وأنا بذلك سأقوم باختيار الرقم 22، أعتقد هكذا ستكون النسبة هي الأكثر انسجاما والأكثر مناسبة وملائمة. الآن العمر من 22 وحتى 65 لكلا الجنسين. وهنا يمكن اختيار الدولة كاملة أو اختيار موقع محدد. هنا عند اختيار موقع أو إضافة موقع، هنا قد أذهب إلى هنا وأختار أن أختار المدينة، فأنا أرغب بأن يظهر الإعلان في مدينة واحدة فقط. وهنا سأقوم باختيار، إذا هنا نذهب لاختيار رام الله فلسطين كما نشاهد. إذا الآن يتم اختيار المنطقة بعناية فائقة جدا. تم تغيير موقع الجمهور من فلسطين إلى رام الله، فبالتالي سيكون هذا الإعلان يظهر في منطقة رام الله والمحيط، وهنا كما نشاهد وحتى مسافة 40 كيلومتر. يمكننا زيادة المسافة أو تقليلها عند الضغط على هذه القائمة. يمكننا تقليل النطاق الجغرافي بالكتابة هنا مباشرة 20 10 17، أو أن نقوم بزيادتها. أعتقد أن الرقم يكفي، 40 كيلومتر قطر مناسب وملائم جدا. نقوم بعمل سكرول داون لمشاهدة الخيارات الأخرى. ننتظر قليلا أيضا كما الجميع يشاهد هنا. بقوم بتغيير الزوم قليلا حتى أتمكن من مشاهدة مكان الإقامة فلسطين، عمر من 18 حتى 65. أعتقد أننا فشلنا في إضافة الجمهور، وبالتالي سأقوم مرة أخرى بإضافة الجمهور كما الجميع يشاهد هنا. سأقوم بالضغط والانتظار قليلا، حيث كان من المفترض أن أقوم بعمل الكل. وهنا سأقوم بإضافة مرة أخرى منطقة رام الله، وهنا سأختار بالتأكيد العمر من 22 وحتى 65، والجميع سيكون ذكور وإناث الكل كما نشاهد. عفوا، وهنا سوف أذهب لأختار رام الله، وسيتم تغيير العنوان من فلسطين إلى رام الله لنكون أكثر تحديدا. ثم الآن سوف أذهب لعمل سكرول داون قليلا إلى الأسفل لمشاهدة الخيارات الأخرى. إذا هكذا، إذا كنا نرغب في إضافة اهتمامات فلا بأس بذلك، يمكن إضافة اهتمامات، لكن في هذه اللحظة لست معني بإضافة اهتمامات. سأقوم فقط بالضغط على حفظ لأقوم بحفظ أعداد الجمهور الذي قمنا بإضافته وتخصيصه. ننتظر قليلا بعض الشيء هنا.
لنشاهد ما يمكننا فعله. الآن نشاهد الجمهور هنا. سأختار الميزانية على كل الأحوال بعد اختياري لما سبق. سأقوم باختيار الميزانية هنا. سأقوم باختيار 5 دولارات في اليوم، نسبة الوصول من 3400 وحتى 9000. إذا اختار هنا. وهنا المدة إما يوم أو 7 أيام أو 14 يوم. أنا سأختار الحملة اللي تكون يوم واحد، وسنشاهد نتائجها خلال 24 ساعة سويا. وهنا طريقة الدفع بالفيزا، ويمكن اختيار الباي بال، ويمكن إضافة تغيير. على كل الأحوال أنا كنت قد أضفت سابقا حملة ترويجية لصفحة سابقة من خلال هذا الحساب، ولكن الطريقة سهلة جدا. هو بس فقط بالضغط وإضافة رقم الكارد الفيزا والمعلومات الخاصة به والرقم السري، والمهم أن تكون الفيزا قانونية، وكل شيء سيسير وسيتم على خير ما رام. أعود مرة أخرى إلى الأعلى، وقد يكون لدي هنا بعض الإشكالية في الجمهور. هنا قد أختار الأشخاص الذي تختارهم عن طريق الاستهداف. سأختار هذه الخاصية هنا، ليس هذا، سأقوم فقط هي فقط منطقة رام الله. إذا هنا الاختيار هو فقط لمنطقة رام الله لهذا الإعلان مرة أخرى. إذن هذا هو الجمهور المستهدف بالحملة الإعلانية. هنا شكل الإعلان عقارات رام الله، وهذا هو النص الموجود، آخر أخبار على الكمبيوتر، وهنا كيف سيظهر من خلال الموبايل. ولكن قبل ذلك دعونا نتأكد من الجمهور، من الحملة، من المبلغ. هنا سأذهب إلى كيف سيظهر الإعلان على أجهزة الموبايل. بهذا الشكل سيظهر الإعلان، وهو الإعلان ممول لبوست، لمنشور. بعد ذلك سأقوم بالضغط على ترويج وأنتظر قليلا. جاري إرسال عرضك الترويجي، ننتظر قليلا كما تشاهدون لنشاهد ما الذي سيحدث وما الذي سيتم هنا في هذا الإعلان وفي هذه الحملة الترويجية. إذا تم إرسال الإعلان، ثم بعد ذلك سأقوم بعمل إغلاق لهذا المنشور كما الجميع هنا يشاهد. إذا هنا قمنا بإعلان بعمل ترويج، هنا تم الترويج مقابل 5 دولارات في اليوم. اكتمل الإعلان. سأذهب الآن إلى المنشور الآخر، والذي يضم في المحتوى نص هنا، وكذلك الحالة صورة. والهدف من عمل المنشور بطريقتين ترويجيتين مختلفتين، الأولى هي نص فقط، والثانية هي نص مع صورة. لنشاهد الفرق بينهما في كيفية الوصول والاستفادة. أقوم بالضغط على ترويج المنشور لكل خصائصه ولكل ميزاته، والتنفيذ الفعلي هو المضمار الحقيقي لمعرفة النتائج. هنا سأقوم بالضغط على ترويج المنشور أيضا مرة أخرى. هنا الجمهور سيكون منطقة رام الله. هنا سأذهب إلى سكرول داون لأختار إجمالي الميزانية، الميزانية والمدة. ايضا ساختار ايضا 5 دولارات. هنا شكل الاعلان، وهو عباره عن نص مع صوره، هكذا يظهر على الكمبيوتر. وهكذا اذا قمنا بالضغط على اخر اخبار على الاجهزه المحموله، سنشاهد كيف سيكون شكل الاعلان من خلال الاجهزه اللوحيه والاجهزه الذكيه. اذا هكذا. الان ساقوم بعمل سكرول داون هنا قليلا لنشاهد اجمالي الميزانيه 5 دولارات في اليوم، والمده كما نشاهد وكما تشاهدون معي هنا، عندما سكرول داون ستكون خلال يوم واحد 5 دولارات. هنا سأقوم بالذهاب إلى ترويج لهذا المنشور، بالضغط على ترويج والانتظار قليلا. جاري إرسال على عرضك الترويجي، ننتظر قليلا وسويا. ثم بعد ذلك سنقوم بالإغلاق لأن كل شيء تم على ما يرام كما نشاهد. والآن المنشور هو قيد المراجعة. إذا الآن تم إنشاء حملتين ترويجيتين، الحملة الأولى للمنشور الذي يحتوي على النص فقط، والحملة الثانية هي للمنشور بنص وصورة. والآن
ستبدأ صفحة بمجرد الموافقة من خلال فيسبوك لهذه الحملة بالترويج المباشر لهذه الحملة الإعلانية من خلال المنشور. إذن الآن نكون قد انتهينا من إعداد حملة ترويجية للمنشور باستخدام الفيسبوك. قد نذهب الآن ونقوم بعمل ريفرش تحديث لنشاهد التغيير الذي سيحدث على هذه الخيارات. هل بدأ الإعلان أم لم يبدأ؟ هل وافق الفيسبوك أم لم يوافق؟ وسنقوم أيضا بتسجيل آخر لمحتوى الصفحة بالإشعارات، بالرسائل، بالاتصالات. ما الذي حدث في هذه الصفحة؟ ما هي التطورات التي حدثت على الصفحة من خلال المهتمين، من خلال التارجت أودينس، الزبائن المحتملين لنا؟ إذا هذا هو كل شيء سنقوم بمتابعته من خلال الدروس والبحوثات القادمة. سنقوم بتسجيل وحدة خاصة بكيفية ونتائج الحملة الترويجية هنا. أيضا لدينا صفحة أخرى نحن نقوم بالترويج لها، وهي عبارة عن مقر لمعرض مفروشات ومنجرة. سنشاهد كيف ستصل، كيف ستكون النتائج، كيف سيكون التفاعل. والهدف من ذلك، من هذا المثال العملي وهذه الأمثلة العملية والواقعية، هي تشجيع أصحاب الأعمال على الاستخدام الصحيح لهذه التكنولوجيا والترويج بشكل مناسب وملائم. ننتظر قليلا وسويا حتى تكتمل عملية اللود أو التحميل لهذه الصفحة من جديد، لنشاهد المحتوى ونشاهد التحديث والتطور الذي طرأ على هذه الصفحة بعد أن قمنا بإنشاء إعلانات ترويجية بعدد 2 لمنشورات ومقالات في صفحة عقارات رام الله. ننتظر قليلا، يبدو أن التحميل قد اكتمل. الآن سوف أذهب إلى عمل سكرول داون المحتوى. شيء جيد، يبدو أن الفيسبوك قد وافق على الإعلان، وذلك بسبب بسيط أن شكل الأيقونة بالأخضر، فمعنى ذلك أن الإعلان يعمل. الآن أيضا سأقوم بسكرول داون، أيضا هذا الإعلان أيضا يعمل. إذا لدينا الآن حملات إعلانية من خلال المنشورات بالفيسبوك لهذه الصفحة. سنشاهد النتائج خلال الوحدة القادمة، وسنقوم على إدارة الصفحة أيضا في الوحدة القادمة. إلى هنا دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وحدة جديدة. هنا في هذه الوحدة سوف نتحدث عن نتائج للحملة السابقة، أيضا سوف نقوم في وحدات قادمة بإنشاء حملات أخرى. إذا هذه الوحدة مخصصة لمعاينة ومشاهدة نتائج الحملات السابقة. هنا وكما تشاهدون نشاهد عرض خاص ومدهش من منجرة أروما كان ضمن الحملة، وهنا أيضا حملة أخرى اكتملت مؤخرا كما نشاهد هنا. وهنا نشاهد النتائج 1415 تفاعل مع المنشور، 305، هذه مجموعة من الأرقام. هنا يمكننا المشاهدة وعمل سكرول داون قليلا إلى الأسفل ومعرفة كل شيء يدور هنا. هنا إذ نذهب إلى الوصول نشاهد الخيارات، عدد مرات الوصول، نشاهد هنا التكلفة لكل نقرة. هنا نشاهد التكلفة كانت لكل تفاعل مع المنشور كانت 0.004، معنى ذلك أربعة أقل من سنت، يعني أربعة بالألف من السنت أو من الدولار عفوا، وهذا شيء جيد. هنا نشاهد 0.02 2 سنت، هنا نشاهد 0.05 5 سنت، 0.08 ربما عالية جدا، هنا كان التفاعل عالي، المبلغ عالي جدا هنا في التكلفة. هنا أيضا كان المبلغ عالي جدا، هنا كان لكل تفاعل المعدل العام هنا كان فاصلة 1 سنت، وهذا شيء جيد في التفاعل في جميع الحملات التي قمنا بإنشائها. أيضا تم
الاتصال مع أصحاب الصفحات هذه وأخذ النتائج الحقيقية، هل كان هناك مبيعات، هل كان هناك زبائن فعلا يتفاعلون، اتصلوا تلفون هاتفيا بكم من خلال إعلان فيسبوك وكانت النتائج إيجابية. سيكون لنا على كل الأحوال بإذن الله في هذا الدور، وخصوصا في موضوع الفيديو لايف، سيكون مجموعة من المقابلات التي سنجريها أونلاين مع عدد من الزبائن والأشخاص الذين يقومون بالترويج بالفيسبوك أونلاين والذين لديهم أعمال حقيقية أونلاين، وسيكون النتيجة والحديث عن المردود المالي وعن النتائج الفعلية والحقيقية التي كسبوها من خلال الإعلان بالفيسبوك. تابعونا في الوحدات والدروس القادمة، وإن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام. الآن أيضا دعونا نذهب هنا نشاهد كيف يمكننا الاطلاع على الحملات أكثر. هنا إذا ذهبت إلى الحساب الشخصي، هنا نشاهد في القسم الخاص بالإعلانات، نشاهد هنا إعلان الصفحة. هنا أيضا يمكننا اختيار في الإعلانات الصفحات التي نروج لها، مثلا هذه الصفحة أو هذه. فهنا مثلا عقارات رام الله هي الصفحة التي قمنا بإعدادها وإنجازها في المحاضرات والوحدات السابقة، وهنا شاهدنا هذا الأسبوع وصول المنشور، الأشخاص المتفاعلون، وهنا كانت نتائج فترة الحملة كلها كما نشاهد، وهنا النتائج اكتملت مؤخرا، 8 تفاعل مقابل 2.90 دولار، 2.9 دولار عفوا. هذا هو المبلغ الذي تم إنفاقه في هذه الحملة، وهنا كذلك الحال. يمكننا إنشاء إعلان من هنا مباشرة، يمكننا أيضا الذهاب إلى اختيار صفحة أخرى كما تشاهدون هنا. وكما نشاهد جميعا هنا معرض ومنجرة روما للأثاث، هنا نشاهد هذه الصفحة. هذا الأسبوع الوصول كان 11756، شيء جيد، والأشخاص المتفاعلون 1725 شخصا، هذا شيء جيد ويدعو إلى الفخر والسرور.